أكيد الرالي هذا مهم بالنسبة لي، 6 راليات شاركت فيها، ربحت منها بالمركز الأول على 4 راليات، انسحبت مرتين، الحمد لله إذا ما عندنا عطال إن شاء الله المركز الأول بإذن الله. أكيد أهم شيء نخلص الرالي بالسلامة لنا والجميع المتسابقين، هذا أهم شيء، ونوعدكم إن شاء الله بالمركز الأول. أكيد مختلف، نقلنا من سيارة فورد للهامر، آخر مرة سقتها يمكن قبل سنة، طبعا أكيد اختبارات اليوم رجعتنا شوي للجو، بس إن شاء الله نقدر ننافس على المركز الأول إذا ما عندنا عطال بإذن الله، نوعدكم إن شاء الله بالمركز الأول. لا، السيارة طورناها عن السنة اللي فاتت، صار تطوير على المساعدات، فصار فيها تطوير أفضل للأفضل، فالسيارة إن شاء الله بتكون السنة هذه أفضل من السنة اللي فاتت.